وقد جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم تأكيد عزم بلاده على تعزيز التعاون مع المغرب في مجال محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأشاد أيضا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية، مركزا على أهمية التعاون في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة الإسبانية باحتضان المغرب للمؤتمر الدولي حول الهجرة المرتقب يومي 10 و11 من دجنبر المقبل بمراكش. أضاف أن إسبانيا ستكون ممثلة على أعلى مستوى في هذا الملتقى. جاء ذلك في لقاء مع الصحافة إثر مباحثات أجراها سانشيز بالرباط مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأكد فيها مجددا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائما لقضية الصحراء المغربية. وقال سانشيز إن إسبانيا لم تغير موقفها بخصوص قضية الصحراء، وجدد التأكيد على دعم مدريد لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم لقضية الصحراء المغربية. بجانبه، أبرز رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الاهتمام الذي تريه إسبانيا لدعوة الملك محمد السادس لحوار مباشر وصريح مع الجزائر. También agradecemos y mucho la, el interés que tiene Marruecos en promover su cultura.